لم يفقد روبرت موغابي قوته وشكيمته على الرغم من أنه في نهاية عقده الثامن 33 عاما في السلطة، وما زال يتحدث بنفس الخطاب ويحمل هاجس مناهضة الاستعمار. شنوا معركة قوية حيوية كاسحة مكافحة، وهي ستكون معركة حياتنا. نضاله السياسي بدأ في الستينات، كان ابن 36 عاما عندما دخل الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان محظورا من قبل نظام أيان سميث. في ذلك الوقت كان اسم زيمبابوي روديسيا. روبرت موغابي هو أحد الموقعين على اتفاقية لانكاستر هاوس التي منحت الاستقلال للمستعمرة البريطانية السابقة بعد 90 عاما من الوجود البريطاني. تم إنزال الراية البريطانية في هراري، وفاز موغابي بالانتخابات التي أشرفت عليها لندن وأصبح رئيسا للوزراء. تصالح مع منافسه زعيم زابو جوشوا نكومو، وقام موغابي بدمج الزابو والزانو، ومن ثم غير الدستور عام 87 وأقام نظاما رئاسيا. منذ ذلك الوقت فاز موغابي بجميع الانتخابات الرئاسية. اتخذ قرارات مثيرة للجدل، كأن صادر أملاك المزارع المملوكة من البيض بشكل قصري، وحاليا يؤيد سياسة ضمان ملكية المناجم والبنوك لأهل زيمبابوي من السود. سياسة التوطين والتمكين على سبيل المثال من شأنها توسيع الملكية والمشاركة في الاقتصاد بطريقة تعترف بالحق السيادي للسكان الأصليين لزيمبابوي. المملكة المتحدة وحلفاؤها غالبا ما يكونون هدفا لهجمات روبرت موغابي اللفظية، فهو يدين العقوبات التي تسببت بأزمات اقتصادية في البلاد، كما أنه يدافع عن الموروثات الثقافية لبلاده، وقد ألقى الكثير من الخطابات التي تدافع عن هذا الإرث. غير أن وضعه الصحي في تراجع، فقد سافر عشرات المرات إلى سنغافورة للعلاج خلال العامين الماضيين.